اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لنا في الاستوديو احد نجمات الفريق واللي حصلت على احسن ليبرو في بطوله القاهره، فرح العايدي. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحضرتك. الف مليون مبروك. ميرسي. ربنا البطوله واللقب. ميرسي ربنا. قولي لي بقى عن البطوله والدنيا كانت ماشيه ازاي؟ كنت متوقعه كده؟ متوقعه المكسب؟ متوقعه انك تاخدي احسن ليبرو في البطوله؟ كلمينا عن هو احنا كده كده يعني المكسب ده مفيش اوبشن تاني اصلا، يعني احنا لازم نكسب البطوله. طبعا ما كانش في دماغنا قوي حوار اللي هو احسن لاعب واحسن ليبرو، كان يعني لازم ناخد البطوله الاول، يعني ما ينفعش اخد احسن ليبرو وما اخدش البطوله. صحيح. فكان لازم الاول هدفنا البطوله، وبعدين بقى الجوائز الفرديه دي ترجع للسكاوتنج وترجع للمحللين اللي بره. يعني نفهم من كلامك ان الهدف الجماعي هو الاول، هو الازمه بتهيألي يعني. بالظبط. لانه هو ده الهدف اللي احنا كلنا بنسعى وراه، انما الارقام الفرديه جت بقى في النص. بالظبط. دي بقى بتبقى اجتهادات شخصيه، بتبقى توفيق من عند ربنا، لكن اهم حاجه ان الفرقه شالت الكاس يعني. برافو عليكي. طيب يمكن اتكلمنا مع كابتن نجلاء في البدايه، انت ما كنتش معانا في الاستوديو، هي قالت ان انتوا تعهدتوا منذ البدايه ان احنا ما نخسرش شوط. دي حقيقه. دي حقيقه. كان لازم، حتى كان في اشواط في ماتش دجله بالذات. صحيح. خلصانه يعني بالعافيه، يعني الشوطين ال 28 26 29 يعني و26 24 الشوط الثاني والثالث. فبصراحه ما كانش الاشواط دي ينفع تضيع، يعني كنا ماسكين فيها بايدينا واسناننا. طب قولي لي، انت لعبت بطوله العالم اللي فاتت مع المنتخب في المكسيك ولا لا؟ لا، انا رحت بلجيكا وهولندا. بلجيكا مع وهولندا. الشابات. منتخب الشابات. تحت 20. تحت 20. ده كان قبل البطوله دي بشهر بالظبط. بس افهم من كده انا كانت متصاعده صح ولا لا؟ ولا لا، السنه بتاعتي. ورحت البطوله دي، انما الفريق الثاني راح المكسيك. ده الفريق الاصغر مننا. الاصغر منكم راح المكسيك. طيب قولي لي، يعني يمكن يعني انت بتكسب بطوله القاهره، بتروح على الجمهوريه، بتبقى يعني اشد شراسه، بينضم لينا فرق اسكندريه، بتبقى برضو فرق سبورتنج، فرق محترمه جدا، الفرق نفسها بتطور من نفسها، شايفه بطوله الجمهوريه هتبقى برضو ان شاء الله بنفس التميز والتفوق، ولا ممكن نلاقي منافسه ونخسر بعض الاشواط؟ لا طبعا، هي بطوله الجمهوريه منافسه اعلى بكتير، يعني يمكن بطوله القاهره الست ماتشات ما كانش كلهم بنفس، يعني مش بنفس القوه. صحيح. كل ما بنكسب كل ما الماتشات بتبتدي مستوى يعلى، لكن انا شايفه، انا اتفرجت على اسكندريه والبطوله بتاع اسكندريه، كانت بطوله كويسه يعني، كان منطقه اسكندريه. منطقه اسكندريه مين كان فيها مميز؟ انا شايفه ان هم كلهم تقريبا مستواهم قريب من بعض، يعني سموحه سبورتنج، يعني هم كله بيكسب بالعافيه، كله يعني ما بيسيبوش المكسب بسهوله. يعني زي مين مثلا؟ احنا نعرف سبورتنج دايما، سبورتنج وسموحه اصحاب جياد، دلفي. دلفي فرقه طالعه يعني، اسمع طبعا نادي دلفي عامل شغل كويس بالذات في الكره الطائره. بالظبط. فانا شايفه ان احنا ان شاء الله في الست ماتشات اللي هم في اخر مجموعه هيبقوا صعبين. مش صعبين، بس هيبقى الفولي بتاعهم احلى، يعني هيبقى في لعب رايح جاي اكتر. هنبتدي نحس بقى فعلا ان احنا بطوله جامده، يعني لما ان شاء الله نكسبها. هيبقى مجهودها حلو يعني، ان شاء الله تكسبوها. طب قولي لي يعني كابتن وائل العايدي بقى، بابا بيديكي نصايح ايه؟ بس ما قولي النصايح اللي بجد، مش اللي بيتقال على الهوا. يعني هريني. قولي لي اهم نصيحه بيقولها لك. هو كابتن نجم كبير طبعا. لا، هو على طول، هو طبعا طبعا، يعني انا بالنسبه لي هو اصلا، يعني انا الوحيد اللي ببص له بالذات في كره الطايره، لان هو يعني بالنسبه لي مثل اعلى. ايوه، حبيب باباها. مش عشان طايره بس، البنت حبيب باباها. لا، دي حقيقه. وفرحه يعني مرتبطه جدا بوائل، دي حقيقه في كل حاجه. طب قولي لي بقى اكتر حاجه بيقولها لك وانت دايما يعني فاكراها. هو بصراحه، هو مش في البطوله دي، في بطوله العالم انا فاكره بعد اول ماتش، هو كنا بنلعب ايطاليا. يا ساتر. يعني هو اللي خد البطوله، فاحنا اصلا كنا داخلين يعني ربنا. بس عملنا ماتش كويس. عملنا ماتش كويس يعني، بالنسبه ان هو اول ماتش وماتش جامد جدا، فدي كانت حاجه كويسه. فانا طالع عادي، احنا خسرنا طبعا، بس انا يعني احنا طالعين ايطاليا، يعني ده مسكني يعني بهدلني، يقول لي انتوا بتلعبوا في منتخب مصر، انتوا المفروض تشيلوا مسؤوليه اكتر من كده. انا يعني انا ما كنتش شايفه، كنت شايفه ان احنا مستوانا طبيعي جدا. هو لا، هو مش شايف، مش كفايه، ولازم مصر ولازم تلعبوا جامد. يعني درجه هو كان غيور وهو بيلعب كمان. كان غيور جدا. بصراحه شدني اليوم ده قوي، مع اني كنت فبتلعب. ليه كده يا كابتن؟ ليه كده يا كابتن؟ ليه؟ بس غير كده لا، بصراحه واقف في ظهري جامد يعني. مش طبعا بصراحه، كفولي وكنصايح وككل حاجه يعني، هو اللي معلمني الدايف، هو اللي معلمني الفرنسيه، هو معلمني كل حاجه. ربنا يخليه ليكي ويخليك ليه يا رب ان شاء الله.